ايه رأيك يا حيدر نروح نعمل مقالب في الحيوانات؟ ده هتبقى لعبة جميلة قوي. معايا قشر موز كتير نحطها والحيوانات تعدي وتتزحلق ونضحك عليهم. يلا بينا يا ايهاب، ده احنا هنضحك قوي وهم بيقعوا على الارض، هيبقى شكلهم مسخرة. يلا بينا. يا حلاوتك يا بنتي يا بطة، وانتي ماشية بتتدلعي كده. الحقوني. انتوا اللي عملتوا فيا كده، والنبي لوريكم يا حيدر انت وايهم، والنبي ما انا سايباكم. يا رجلي، يا رجلي. الجو هادي خالص والدنيا هس هس، وانا وانت يا فيلة يا حبيبتي مع بعض. ايه ده، ايه ده، يا رجلي، يا رجلي. بقى انتوا اللي حطيتوا قشرة الموزة دي عشان اتزحلق عليها؟ طب تعالوا هنا بقى. اجري اجري يا حيدر، بسرعة بسرعة. هوبا، يلا 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 بسرعة. الحقني يا فيل يا اخوي، والنبي خدني وشلني وديني البيت، مش قادرة امشي. حاضر يا بطة، تعالى اوصلك مع اني مش قادر امشي انا كمان، وانا بقى ليا تصرف تاني مع حيدر وايهم دول. انا مش هسيبهم ولازم اعلمهم الادب عشان ما يعملوش مقالب فينا تاني. يلا يا صاحبي جاهز، النهارده هنعلم المقلب جديد في الحيوانات النهارده. بص بقى، انا عندي فكره جميله قوي. انا هنطلع على الشجره، هنطلع على الشجره الحلوه دي، واي حيوان نعدي نحدف عليه كيس الميه ده في وشه. هاي دي فكره مجنونه خالص، يلا بينا ننفذها. انا شفتكم انتوا بتتفقوا، تعالوا بقى يا حلوين، انا هروح اخبط الشجرة دي واقعهم على الارض واخلي رجلهم تتكسر عشان ما عادوش يعملوا كده تاني. طخ 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 طخ. ايه ده، هو في ايه ده يا حيدر؟ الحق الحق، دي الشجره هتقع. الحق يا ايهم، انا كمان، ده الفيل هو اللي بيخبط في الشجره. خلاص يا فلافيلو، ارجوك ارجوك. خلاص يا فلافيلو، بالنبي هنقع، ما تخبطش في الشجره يا اخويا، ما عندناش هنعمل كده تاني. لازم تقع على الارض. طخ 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 طخ. يا رجلي، الحقني يا حيدر، ايه دي بتوجعني قوي قوي، ورجلي كمان شكلها اتكسرت ولا ايه؟ الحقني انت يا ايهم، ده انا مش قادر اتحرك يا اخويا خالص. لو وقعت من على الشجره وشكل ايدي اتكسرت، منك لله يا فيل يا كبير انت. عشان تحرموا تعملوا مقالب في الحيوانات تاني. حرمنا خلاص، ما قلناش هنعمل مقالب تاني في حد. حرمنا حرمنا يا فيل، صح يا اخويا؟ ايوه ايوه. وتوتا توتا، خلصت الحدوته. يلا يا اصدقائي اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من حواديت ديما ودوما. وما تنسوش تعملوا لنا لايك على صفحتنا على الفيسبوك حواديت ديما ودوما. ولو حابين تشوفوا باقي الحواديت هتلاقوها في صندوق الوصف. وما تنسوش تعملوا لنا لايك، وانتظرونا في حدوته جديده.